السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة ماستر التقنية، وياكم أخوكم سجاد الشماري. شباب، سبق وسوينا بهاي القناة عدة مراجعات ولعدة أجهزة ومن شركات متنوعة، كان من ضمنها هواوي، كان من ضمنها سامسونج، وكان من ضمنها لينوفو وآيفون وإل جي ونيكسس وغيرها من الأجهزة. فعمرنا ما سمعنا أنه جهاز يجي على اسم معين. يعني تخيلوا انه يوم من الايام يجي جهاز اسم الشركه المصنعه اكيد انه اسمه محمد، او يجي جهاز من شركه اسمه عمار، او يجي اسمه سجاد الشماري. طبعا هذا احلى اسم انه يكون يجي سجاد الشماري، لانه انا سجاد. اليوم تفاجئت انه حصلت جهاز اسمه كاظم. شنو هذا الاسم؟ ما اعرف، يعني اسم الشركه، اسم مدير الشركه، او اسم شخص يحبه ابو الشركه، لكن المهم هو اسمه كاظم. كاظم بالانجليزي، كاظم بالعربي، كاظم يهوى ما ندري بيه، لكن كاظم سوى له نقال، وهذا نقال كاظم الصراحه انه نظم مواصفاته حلو، وكان يحتوي على مميزات من ضمنها النحافه، من ضمنها جوده التصنيع، من ضمنها الشاشه، من ضمنها الكاميرا، ومن ضمنها ذاكره الجهاز نفسه. فجهاز لا باس به، وحتى صوته، يعني الصراحه انه جهاز نحيف جدا، ما توقعت صوته، لانه بالعاده الجهاز النحيف تكون صوته بغواش قياسا او المساحه اللي تاخذها السماعه من الجهاز نفسه او الجرس مثل ما نسميه بالفصحى، يعني لانه اكو بعض يحبون الفصحى. سؤالنا لهذا الحلقه انه تعداد الشركات المصنعه للهواتف، هل هو يخدمنا كمستخدمين للهواتف النقاله او لا؟ انا بالنسبه لي راح اعطيكم اجابتي بالفيديو اللي يجي، اما بهالفيديو فاحب اسمع اجاباتكم انتم. خلونا نفوت على المحتوى ونشوف الجهاز نفسه. خلونا نشوف كاظم يا شباب. طبعا بما يخص تصميم الجهاز، مبدئيا انه ابعاد الجهاز هي 139 في 69، حجم الشاشة هو 5 بوصة، من هذه الجهة هو الزر الباور زائد الفوليوم، من الاسفل الجاك زائد الشحن زائد الميكروفون، من هذه الجهة هي منفذ للشريحة واحدة فقط، من الاعلى لا يوجد اي شيء بالجهاز، من الامام ازرار اللمس اللي هي اسفل الشاشة وغير مضيئة للعلم، كاميرا الجهاز والفلاش واللوجو الخاص بالشركة هو من الخلف. أما بالنسبة لنظام التشغيل، فنظام التشغيل إنه هو تقريبا ما إلى الخام، يعني بنسخة 4.4.2 زائد إنه لمسات بسيطة من شركة كازام اللي هي أضافت عليها بعض التحديثات، يعني على الواجهة الاستخدام الخاصة به زائد إنه لوحة الإشعارات. اما ما يخص صوت الجهاز، فالصراحة انه صوت الجهاز ما كنت متوقعة بهالنقاء وبهالعلو هذا نفسه، قياسا بحجم الجرس او حجم المساحة اللي ماخذها الجرس من الجهاز نفسه، بحيث وهذا يرجع لنحافة الجهاز اللي هي 4.8 ملم، ومثل ما نسمع الصوت مالته هو نقي الى حد ما. اما بالنسبة للبطارية والشحن، فبطارية الجهاز هي تجي بسعة 2000 ملي أمب، وما تحتوي على الشحن السريع ولا تحتوي على الشحن الوايرلس، لكنه هي شحنه كان ممتاز، يعني قياسا بالاستخدام اللي استخدمته. وشباب انه انا حاليا على الفيديو مسوي سلو موشن، يعني التصوير ببطيء، وليس هذا بطء بالجهاز، لانه اداء الجهاز ممتاز وممتاز جدا، يعني قياسا بسعر الجهاز وقياسا بالفئة اللي يجي بيها هذا الجهاز. ذاكرة الجهاز، ذاكرة الجهاز هي 16 جيجا بايت، ولا يمكن اكيد توسعها من خلال الاس دي، لانه الجهاز ما يدعم الاس دي، والمنافذ مالته يعني انه انت تتقبل الذاكرة اللي جوا هي في 16 جيجا بايت فقط، لانه ما راح تقدر تنزل اس دي كارت على الجهاز نفسه، فلهذا السبب انه انت راح تضطر تستعمل ال 16 جيجا بايت، وهاي من ضمن العيوب. اما سوفت الجهاز، فسوفت الجهاز تكلمنا عنه انه هو 4.4.2 يجي ما الا النسخه الخام، يعني التعديلات اللي عليها جدا بسيطه، يعني مثل ما تشوفون حتى اعدادات الضبط لمسات خفيفه من شركه كازام على الجهاز نفسه، وهذا الشيء اكيد انه بعضكم راح يرغبه. ومثل ما نشوف حول الجهاز انه اصدار النووي والكيرنل والحاله والتحديث بالجهاز نفسه. كاميرا الجهاز الخلفية هي 8 ميجا بكسل زائد اضافات بسيطة جدا، يعني اما كاميرا الجهاز الامامية فهي 5 ميجا بكسل. الصراحة انه كاميرته رغم انه هي 8 ميجا بكسل، مثل ما تشوفون اللقطة اللي راح التقطها كانت بالنسبة لي مرضية، يعني قلت انه مرضية قياسا بسعر الجهاز وقياسا بالفئة اللي يجي بها الجهاز.
الصراحة يعني هذا الجهاز عجبني لأنه أحس يعني كشخة بين قوسين يعني على قولتنا بالعراقي. وهذه الكاميرا الأمامية مثل ما تشوفوها أكيد أنه راح تنال إعجابكم، يعني المحبين السيلفي راح تكون كفاية مثل ما نقول، زائد أنه بها فكتات بسيطة جدا. بالنسبة لمعالج الجهاز، معالج الجهاز هو يجي 8 نواة من نوع ميديا تيك 64 بت 6592، زائد نسخة رام 2 جيجا بايت. وبهذه الذاكرة راح يكون أداء الجهاز نوعا ما لا بأس به قياسا بالذاكرة 16 وقياسا بالتطبيقات والسوفت اللي ضافته الشركة. تقنية الصوت، الصراحة انه الصوت انه ما يحتوي على دولبي ولا يحتوي على البيست اوديو، لكنه قلت انه حسيت به نقاء جدا ممتاز الصراحة. ومثل ما تسمعون المنافذ والاستيعاب، المنافذ انه الجهاز من احد عيوبه انه هو يستوعب شريحة فقط، لا يستوعب شريحتين ولا يستوعب شريحة ورام، لانه هو هذا المنفذ الخاص اللي حددته الشركة. ومثل ما تشوفون انه انت يمكنك تنزيل شريحة واحدة فقط، يعني هو من نوع المايكرو وليس من نوع النانو. وهذه هي واحدة من عيوب الجهاز نفسه، انه انت ما تقدر تنزل غير شريحة واحدة، لكنه اكو فئة راح ترغب اكيد قياس المواصفات بالسعر اكيد. اما بالنسبة لعيوب الجهاز، فعيوب الجهاز واحدة انه هو قلت يحددك انه انت تستقبل شريحة واحدة فقط. العيب الثاني انه هو بطارية نوعا ما كانت سيئة يعني. العيب الثالث انه الظهر غوريلا جلاس قابل للكسر. خامسا النظام تشغيل 4-4-2 وهذا الشيء راح يكون مزعج لبعض المستخدمين. هذا كل ما كان لدي بالنهاية. قبل تحياتي، اخوكم سجاد الشمري من قناة ماستر.